عندي مباريات قمه من موسم 53 54 لغايه موسم 2004، ومباراه القمه اللي اقيمت في الدوري بس، لان في مباراه قمه اتلعبت في نوفمبر دي لها احتفاليه تانية وليها قصه تانية وحكايه تانية هيجي وقتها، ووقتها مش بعيد 27 نوفمبر قرب، وهيكون في يوم تاريخي باذن الله لقمه الكره الافريقيه اللي اتلعبت لما فاز الاهلي على الزمالك بالضربه القاضيه لمحمد مجدي قفشه. لكن لو بنتكلم في الديربي في شهر نوفمبر مثلا، الاهلي فاز 7 مرات على الزمالك، الزمالك فاز على الاهلي 3 مرات، تعادلوا الفرقتين مع بعض 6 مرات، الاهلي احرز في الزمالك 24 هدف والزمالك احرز في الاهلي 17 هدف. اكبر فوز للاهلي برباعيه كانت مرتين، وللصدف كان يوم 4 نوفمبر، يعني هو يوم 4 على 5 مش هتفرق كتير، ما جاتش على 24 ساعه. طيب يوم 4 نوفمبر سنه 1960 الاهلي فاز 4-1، يوم 4 نوفمبر 2004 الاهلي فاز 4-2، كلنا نتذكر المباراه دي، ابو تريكه طبعا في تاني لقاءاته في مباريات القمه احرز في الزمالك، وحقق الاهلي الفوز بثنائيه 4 مرات، نتيجه 2-0 ونتيجه 2-1 3 مرات، وحقق الزمالك الفوز بثنائيه مرتين، 2-0 مره و2-1 مره، ونتيجه 1-0 ظهرت في ديربي الدوري في نوفمبر مرتين لكل فريق بالتاكيد. لكن اكبر نتيجه كانت في موسم 60-61، 4 نوفمبر 60 انتهى بفوز الاهلي 4-1، كانت الاهداف للشيخ طه اسماعيل هدفين والشربيني وشريف الجندي، بينما احرز احمد مصطفى للزمالك. تاني اكبر نتائج كانت موسم 2004، يوم 4 نوفمبر 2004 الاهلي فاز بنتيجة 4-2، والأهداف كانت لأبو تريكة هدفين وجلبرتو ومتعب للأهلي وجمال حمزة وعبد الحليم علي للزمالك. طبعا 27 نوفمبر ده يوم ليه احتفالية تانية وقصة تانية، وأكيد السوشيال ميديا والإعلام هيرصد لها كلام كبير قوي في المناسبة دي إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية. لكن طبعا مباراة القمة من المباريات الكبيرة والكل بينتظرها سواء في مصر أو حتى في أرجاء الوطن العربي.